ده طبعا او اليوم 14 سبتمبر فيه ذكرى كبيره جدا، ذكرى طبعا رحيل او ميلاد حسين حجازي. ده طبعا اجيال كتيره ما تعرفش حسين حجازي، اكيد منهم انا، لان ده اول من يعني زي ما بنقول، وهنوصل الكلام ده مع ضيفنا، انه اول من احترف كره القدم. كان ليه مميزات كتيره جدا جدا، كان ليه بصمه على الكره المصريه بشكل كبير معظمنا ما يعرفهوش. مواليد 1891، فاكيد ما نعرفوش، لكن هنعرفه من خلال التقرير الموجود مع حضراتنا. نروح للتقرير ونرجع مع ضيفنا طبعا عمر البنوي. أيام قليلة وتحل ذكرى ميلاد حسين حجازي، هذا الاسم الأسطوري في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، لما ارتبط به من إنجازات وخطوات استثنائية منذ بدايته كلاعب موهوب في شوارع القاهرة، وانضمامه لأول فريق كرة قدم تأسس بالنادي الأهلي عام 1911. حسين حجازي من مواليد 14 من سبتمبر عام 1891، وانضم لأول فريق كرة قدم تأسس بالنادي الأهلي عام 1911، قبل أن يسافر إلى إنجلترا ويلعب لنادي دولويتش هاملت وفولهام وميلول، ليصبح أول محترف مصري وعربي في تاريخ القارة العجوز. حجازي يعتبر من مؤسسي منتخب مصر، وشارك معه في أول مباراة دولية أمام إيطاليا بأولمبياد أنتورب عام 1920، كما شارك مع الفراعنة في أولمبياد باريس عام 1924، وشارك في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم. مشوار طويل لحسين حجازي الذي عاش حياته لكرة القدم فقط، حتى رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 1961.